اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من الاكسل، وبعتذر لكم على ان انا يعني بسجل كده وداخلين في الحلقه بشكل مباشر، بس للاسف والله انا عيان تعبان جدا بقالي كام يوم، فيعني هنصور كده هنخش على طول في الموضوع من غير مقدمات خالص ولا اي حاجه، وعشان خاطر ان شاء الله كان لازم انزل لكم الحلقه النهارده. بص يا سيدي، دلوقتي انا عندي تاريخ وعايز ان انا اعمل عمليه حسابيه على التاريخ دوت، ان انا اجمع او اطرح، فعلى سبيل المثال في حاله زي اللي قدامنا دي ان انا عايز اطلع تاريخ التحصيل مثلا، عندي دي تاريخ الفواتير بتاعتي وانا عايز اطلع تاريخ التحصيل. تاريخ التحصيل ممكن نعمله ازاي او نطلعه ازاي؟ في كذا طريقه ممكن نعمله بيها. على سبيل المثال لو انا كده كده مثلا بحصل الفواتير بتاعتي دي بعد مثلا 30 يوم، يعني بشكل ثابت 30 يوم، فهو هدوس يساوي وراح واقف على التاريخ بتاعي، لاحظ ان انا لما وقفت عليه كده جاب لي التاريخ، وات التاريخ دي يعني ايه رو، يعني سطر في عمود التاريخ. طبعا هو ليه جايب لي بالشكل دوت؟ لو انتوا فاكرين من المره اللي فاتت، عشان خاطر احنا عاملين الكونديشن، عاملين فورمات از تيبل، عاملين الجدول بتاعنا تيبل، ولاحظ ان انا لما اوقف على التيبل بتاعي كده بيجي لي حاجه اسمها تيبل ديزاين، والتيبل بتاعي كمان الجدول بتاعي ليه اسم وليه خصائص معينه. دوت مميزات ان انا ازاي اعمل جدول، او ازاي ان انا احول الرينج بتاع الجدول زي ما انتوا شايفين. وانا ايه اضفت كمان عمودين هنا، لو انتوا فاكرين لما انا جينا نعمل كده وعلمنا على الجدول بتاعنا او على الرينج بتاعنا ساعتها، وجينا فوق وقلنا فورمات استيبل، حول لي الجدول بتاعي لايه للرينج اللي انت شايف فيه كده، وبقى ليه خصائص مرتبطه ببعضيها. فدوت الميزه ان انا لما اشتغل على الجدول اللي انتوا فاكرين من حلقات البيفت تيبل او لوحه التحكم. فهاجي هنا كده على التاريخ واقول له مثلا زائد 30، لو انا عايز ازود 30 يوم. اول ما ادوس انتر لاحظ بيحصل ايه؟ برده من خصائص الجدول ان هو بيزود لي اي معادله بحطها في عمود هو بيعمل لي ابلاي او بيطبقها على كل العمود كله. ولاحظ الحل هنا دي كده حاجه اسمها اوتو كوركت. انت ممكن تعمل قول له اندو كالكوليتد كولم، يعني انت مش عايز ان هو يعمل اوتوماتيك كالكوليشنز كده، او ممكن تقول له انت تبطل تعمل الموضوع ده خالص. او حاله تانية لو انت عايز تعمل المعادله دي على صف واحد كل حكايه، انك هتدوس كنترول زد بس، لان هو بيعمل حركتين، بيعمل لك المعادله في الصف ده في السطر ده، وبعد كده بيروح مطبقها او ساحبها على كل السطور. فمجرد انك هتدوس كنترول زد هو هيرجع لاخر خطوه، واللي هي لما يطبقها على كل السطور. بس في الحاله دي طبعا احنا عايزين ايه يعملها كده بالمنظر دوت. فانا كده جبت تاريخ التحصيل اللي هو لاحظ ان هو ايه 30 يوم بعد التاريخ دوت، بعد التاريخ العادي. طيب في طريقه تانية ممكن نعملها، فلنفترض انا مش 30 يوم، فلنفترض ان انا بحصل في اخر الشهر، يعني انا تاريخ التحصيل عندي يعتبر في اخر الشهر. بعمل معادله حلوه جدا اسمها end of months، اي او ام، اي او مانث، لاحظ كده اي او مانث. لما ادوس على اي او مانث بيقول لي الستارت ديت او التاريخ اللي بدايه فيه فين اهو دوت. اخترت كده ده التاريخ اللي هو ايه بدايه التاريخ بتاعي. بعد كده بدوس مسافه، هنا بيقول لي مانث، يعني انت عايز اند اوف مانث بعد قد ايه؟ لو دوست زيرو هيجيب لي اخر الشهر اللي انا فيه، لو دوست واحد هيجيب لي اخر الشهر اللي بعديه. فانا افترض مثلا كده دوست عملتها صفر ودوست انتر، لاحظ ان هو ده 14/1 جاب لي هنا 31/1، 14/2 جاب لي 28/2. طب تعالى نجرب لو انا دوست عملت نفس المعادله اي او ام، اي او مانث يعني، ودوست دي كده واخترت دوست واحد بدل صفر، لاحظ هيحصل ايه؟ هيبقى بص بقى في نهايه الشهر اللي بعديه، يعني بقى في نهايه الشهر اللي بعديه، يعني فانت كده بقى عندك تحكم. المعادله بتاعت اي او مانث دي انت بتحط الستارت ديت تاريخ البدايه، وبتقول له لو صفر يبقى هيجيب لك اخر تاريخ او اخر يعني اخر يوم في الشهر اللي انت فيه، لو دوست واحد هيجيب لك اخر يوم في الشهر اللي بعديه، وهكذا. فيبقى انا كده ايه قدرت ان انا اعمل تاريخ تحصيل ثابت للكل، يا اما مثلا بقى زي ما احنا قلنا زائد ازود عليه 30 يوم اعمل بلس 15 يوم، او بالمعادله اللي هي اي او مانث اللي انت شايفها فوق دي كده، هي المعادله اللذيذه الجميله دي. طيب ازاي نحسب عدد الايام المتبقيه ما بين من تاريخ التحصيل؟ سهله جدا، هنعمل يساوي وهاجي على تاريخ التحصيل بتاعي وهعمله ناقص تاريخ النهارده اللي هو توداي، اكتب توداي كده واروح حاطط قوسين مقفولين ورا بعض كده وادوس انتر. طب ايه اللي حصل ده؟ بص ده ظهرها لي بشكل غريب جدا. ظهر لي بشكل ده غريب جدا ليه؟ لان هو واخد الخانه دي ديت، لاحظ ان الخانه دي احنا واقفين عليها هي ديت، بس احنا عدد الايام عايزين نجيبه بالارقام مش بالديت. فهروح معلم كده على راس الجدول زي ما انت شايف كده، رحت معلم على الخانات كلها، بدوس اول كليكايه علم لي على كل الايه العواميد اللي جوه الجدول بتاعي، اللي جوه العمود بتاعي. ودي الميزه برضو ان انا اعمل فورمات استيبل للرينج بتاعي يبقى تيبل او يبقى جدول. وهاجي هنا واقول له خليها جنرال،
لاحظ ان هو بص كده راح ايه مديني الارقام اهو عدد الايام المتبقيه. طبعا الارقام هنا مش شكلها مش حلو شويه، لان طبعا انا حاطط تواريخ كده يعني جهجهوني تواريخ من عندي، لكن انت طبعا لو انت شغال مع بعض الشهر بشهره هيبان لك عدد الايام المتبقيه على التحصيل بتاعك بشكل احسن جدا وبشكل سهل. فانت بقى عندك هنا كده المنظر دوت، وممكن كمان تعمل حركه حلوه زي انك تعمل كونديشنال فورماتنج، وتيجي هنا كده على كونديشنال فورماتنج وتقول له هايلايت سيل رولز وتقول له جريتر ذان، اللي اكبر من صفر يعني الوقت اللي هتخليه لي بالاخضر جرين، يعني جريتر ذان يعني اي يوم اكبر من الصفر يعني دول لسه ما جوش ميعادهم. طب هتروح معلم تاني، طب الحاجات اللي جه ميعادها هتعمل كده كونديشنال فورماتنج وهايلايت سيل رولز وهتقول له ليس ذان بقى اقل من، اي حاجه اقل من صفر هتخليها لي بالاحمر. فتبقى انت كده عارف الحاجات اللي جه ميعادها ان هي تتحصل والحاجات اللي لسه ما جاش ميعادها ان هي تتحصل، فتبقى انت عارف فرق ما بينهم. ودي كده كانت شويه حاجات كده لطيفه تعملها بالتاريخ، تقدر ان هي تدي لك حسابات حلوه جدا ان شاء الله وتبص عليها. واتمنى ان انا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الحلقه بتاعت النهارده، وبعتذر لكم على صوتي طبعا وعلى كل حاجه تعبان. ان شاء الله كل يوم سبت وكل يوم ثلاث في حلقه جديده، ولو عجبكم ما تنسوش طبعا السبسكرايب واللايك والشير عشان ده ان شاء الله بيفيدنا جدا.